قبل بضعة أيام فحسب، كانت هذه الأشجار تنتصب داخل منازل العائلات السويدية مزينة بالكرات الملونة والأشرطة الزاهية والأضواء احتفالا بعيد الميلاد. وما أن تنتهي فترة العيد حتى تربط بها حجارة وتلقى في مياه بحيرة في منطقة صناعية بالعاصمة ستوكهولم لكي تشكل موطنا للأنواع المائية البرية. If we look around here, there's been a lot of building, and we have a lot of boats going in and out. So we, as humans, need to keep these coastal ways clear. So there's not a lot of vegetation. There's not a lot of reeds, and those are really important habitats for fish that have gone missing. وتقابل الجهات المعنية بالبيئة باستحسان هذه المبادرة التي تقف وراءها الجمعية الوطنية لصيادي الأسماك، والتي تساهم في إعادة التوازن إلى المنظومة البيئية المعرضة للخطر بفعل الأنشطة البشرية. If you look at it, there are plenty of places to hide in here. There are all these branches and there are the pine needles as well. So they're really great places to place the roe, and also really great places for juvenile fish to hide from bigger fish. ودرجت الجمعية سنويا منذ عام 2016 على إلقاء أشجار الميلاد التي تجمعها من الأفراد بعد فترة العيد في المياه، وبلغ عدد الأشجار التي ألقيت حتى اليوم في مختلف مناطق الأرخبيل نحو 1000.